العيد يعني الفرحة، العيد يعني السعادة، العيد يعني إن احنا يكون عندنا إحساس كده بالانتعاش والسعادة. كلنا بنحب العيد، والأطفال تحديدا بيموتوا في العيد، كلنا لنا ذكريات جميلة مع العيد، كل حاجة حلوة بتتعلق بذاكرتنا من وإحنا صغيرين، اللبس، العيدية، الفسح، اللمة، الأهل والصحاب، واللمة اللي أحيانا ما بتحصلش غير كل سنة في العيد. ذكريات جميلة وأيام جميلة بنفضل عايشين عليها باقي حياتنا كلها. ذكريات العيد وخصوصا عند الأطفال، الكبار يمكن بيبقى أحلى حاجة في العيد هم لمتهم وتجمعهم، وخصوصا أن كل واحد ممكن يكون في محافظة أو في بلد تانية، فبيبقوا فرحانين باللمة دي، لكن بقى في جزء من المسؤولية مغطي شوية على فرحة العيد. إنما الولاد الصغيرين والأطفال بتبقى فرحتهم بالعيد كبيرة جدا جدا، فرحانين باللمة، فرحانين بالناس، بالأطفال اللي في سنهم، فرحانين بالعادية، فرحانين باللبس الجديد، فرحانين بالفسح، فرحانين بالحركة وبالتنقل، فرحانين بتغيير رتم الحياة. هنتكلم إزاي نسعد نفسنا وولادنا في العيد بتفاصيل بسيطة قوي. ويسعدنا يكون معانا أستاذة ميرفت سليمان، أخصائي صحة نفسية وعلاقات أسرية. أهلا بك يا أستاذة ميرفت. أهلا بك حبيبتي، كل سنة وانت طيبين. وانت بقى في صحة وسلامة يا رب، وكل سنة وكل مشاهدينا طيبين. مفهوم العيد عند الأطفال غير عند الكبار، عايز أعرف بقى اختلاف بقى المسؤولية. يعني دلوقتي الأطفال عندهم فرحة غير نحن، مش شايلين هم بقى أن أنا هعمل أو هسوي أو لكن هم بيبقى عندهم اللبس اللي هلبسه، العيدية اللي هاخدها هجيب بها إيه، اللعب اللي هشتريها، هنزل أتفسح مع أصحابي، هناكل وهنشرب وهنجري وهنلعب في الجنينة مستنيين عشان الخروجة، كل الكلام ده غيرنا خالص. انما الكبار مسؤوليه. طبعا هيجيبوا ايه في العيد، هيعملوا ايه، كلها مسؤوليه ماديه بحت. العيد ما بين زمان ودلوقتي، الدنيا كانت اسهل زمان وكانت الحياه بسيطه اكتر من دلوقتي، وكانت الناس بتقعد تستنى العيد قبله بفتره طويله جدا، ويمكن كان في صعوبه والاحتفال ومظاهر العيد، انا هتكلم عن مصر تحديدا، ما كانش بيبقى موجود في كل الاماكن. يعني كان في بلاد قرى بيتنصب فيها مولد، في قرى بيبقى فيها الصيطة والشيوخ، بتختلف من قرية لقرية ومن مدينة لمدينة، ولكن في الآخر كان العيد عيد وفي فرحة. دلوقتي الوضع اختلف تماما، ما عادش في عيد، يعني يمكن حتى الزيارات العائلية بقت قليلة جدا. ليه بس؟ يعني ده ربنا نفسه بيقول ان احنا يعني نفرح للعيد وابتهجه وابشره، يعني احنا حتى لو الضغوط شوية ده احنا نستنى الفرصة ان العيد داخل، فنبتدي ان احنا نفرح نفسينا ونفرح اولادنا ونستعد بالفرحه ونشغل طول النهار التكبيرات. النهارده يوم الترويه، كل سنه وكل الناس بخير يا رب، اللهم ارزق قلوبنا بالخير والسعاده، اللهم امين. فاحنا عايزين دايما ما نحطش في دماغنا انا مش حاسس بالعيد، انا من كتر الضغوط اللي عليا مش فرحان او مش مبسوط، ويبقى شايل هم ان هو هيشتري بقى اللحمه والاكل واللبس، فيبقى هو نفسه مش حاسس بلذة العيد، ضيع فرحة العيد والابتهاج بيه في المسؤوليات اللي اتحطت على دماغه. لا، احنا عايزين الطفل كمان ملوش دعوه بالكلام ده، هو عايز يفرح وعايز يلبس وعايز يشيل لبس جديد وينزل كل دوت، لان انا نفسيه طفلي اهم عندي من ان انا اشيله مسؤوليه هو مش فاهمها. هو مش فاهم انت قاعده حزينه ليه او زعلانه ليه. وبعدين هنحاول ان احنا في الظروف اللي احنا فيها ايه، يعني نفرح باقل التكاليف، مش شرط مثلا ان احنا نروح نسافر بره او نسافر جوه في مكان، ممكن نخرج مع اولادنا نمشيهم بالليل، يجيب اللعبه اللي نفسه فيها، عاديته ياخدها مني الصبح مثلا يوم العيد. يعني نحاول نبتهج باقل التكاليف، بس في نفس الوقت ما نحزنش روحنا، بالعكس احنا نمشي بسنه سيدنا محمد، احنا نبتهج للعيد ونفرح ان احنا داخلين العيد وان ربنا رزقنا بالعيد وكلنا بصحه جيده والحمد لله، وكلنا عايشين مع بعض كويسين الحمد لله. الحمد لله. طيب مفهوم الاحتفال اختلف عن زمان مع انتشار التواصل الاجتماعي، يعني الناس بقت السوشيال ميديا خدتنا كلنا تقريبا، خدتنا من حياتنا، خدتنا من احاسيسنا، حياتنا كلها بقت بكتابه على الموبايل، بضغطة صابع، بضغطة زرار. ازاي نرجع الحميميه في علاقاتنا، وازاي نرجع تاني نحس بالعيد؟ والله بقى دي مسؤوليه كل حتى كل الدعاء بقينا بندعي على السوشيال ميديا. وفي ناس تقول لك مثلا ان احنا يعني هبعت له رساله اقول له كل سنه وانت طيب، طب ما انا ممكن اتصل بيه، طب ما احنا ممكن نتقابل، طب ما احنا ممكن ننزل مع بعض. وبعدين لازم اعود ولادي ان انا اعرفهم باهاليهم، يعني مش لازم ما اشوفش عمه مثلا غير لا قدر الله في العزاء او في افراح بقى، مثلا لو في فرح او حاجه، طب ما احنا هنستغل بقى العيد في ده،
ان احنا نبتدي نخرج مع بعض، اخده ونروح عند عمامه وخيلاته وخلانه ويعرفوا اهاليهم، ونقعد مع بعض ونتجمع ونعمل دايما يعني ابن عمك ده انت بقالك كام سنه ما شفتوش، ده ابن خالك، ده ابن عمك، ده قريب بابا من كذا. نعمل تواصل شويه، نقنن القعده على التليفونات جوه البيت نفسه بقى، سيبك بقى من احنا هنخرج بره هناخد ولادنا هنروح عند اهالينا، لا طب ده جوه البيت نفسه تلاقي الام مشغوله في المطبخ والاب قاعد على التليفون وكل طفل ماسك تليفون، او الاطفال بتنزل تلعب شويه وخلاص واليوم بيخلص على كده. احنا عايزين نتجمع وفاهم ولادي يعني ايه اصلا عيد الاضحى وايه اللي حصل ساعتها، واحكي له قصه سيدنا ابراهيم وازاي ضحى بابنه وعمل ايه، وهو انا بذبح يجي معايا ويشوف المراسم الذبح والتضحيه وبيتوزع قد ايه. لازم ابتدي افهم الاطفال يعني ايه عيد اضحى، يعني ايه عيد في حياتنا اصلا، ايه هو العيد بالنسبه لنا احنا او بالنسبه للطفل. لازم يفهم، ما يطلعش العيد بالنسبه له لبس وفسح بس، لا احنا عايزينك تيجي معانا واحنا بنذبح، تيجي معانا واحنا بنوزع، تعالى وزع معايا اللحمه، احنا بناخد جزء قد ايه، الفقير بياخد جزء قد ايه، اللحمه دي رايحه ليه، ليه احنا بنضحي وبنضحي بايه، وايه قصه التضحيه اصلا، وايه قصه الحج ووقوف عرفه. يعني ابتدي بقى انمي فكر الطفل ان انا افهمه احنا بنعمل ايه، ايه هو العيد بالنسبه لنا اصلا. طيب لو حبيت احط برنامج كده علشان اقضي اول يوم العيد او فتره العيد كويس، احطه من النهارده ولا احطه يوم العيد؟ لا ما احطوش يوم العيد، انا كده اليوم ضاع. يوم العيد احنا كل الناس بتيجي من الصلاه يا اما بتروح على الذبح يا اما بتروح تنام، لان اغلبيتنا بيبقى مطبق. فاحنا من النهارده احنا قلنا النهارده يوم الترويه اللي هو بقى كل الناس يعني بتدي الدعوه، دعاء كتير كتير النهارده. طبعا يوم عرفه برده نفس القصه، هرجع لها تاني ان انا افهم الطفل الوقوف على عرفه ازاي، بنعمل ايه، الناس بتحج ازاي، ونشغل القنوات اللي فيها الادعيه والتكبيرات عشان الاطفال تبتدي تسمع وتردد ورايا. يعني ما يبقاش يوم العيد الصبح بس بيسمع التكبيرات في المسجد وقت الصلاه وخلاص نروح، ده بيحصل في ناس ما بتشغلش التكبيرات اللي هو يوم العيد الصبح. احنا عايزين نشغل التكبيرات طول النهار ويبتدي الطفل يردد وراها، يبتدي يعرف انا همشي اليوم بقى ازاي، يوم العيد ده هعمل ايه. يعني احنا هنصحى الصبح كلنا هناخد شاور ونتوضى وهننزل نصلي، هناخد بعضنا بعد الصلاه مش جري على البيت بقى، اخد ولادي امشيهم اشوف لي نفسي في لعبه نفسي في حاجه، ده احنا لو هنشرب عصير واحنا راجعين، هنشوف بقى هنذبح مثلا بعد الظهر على طول، او في ناس بتفضل تذبح الاربع ايام على حسب الذبح، اخد اولادي معايا، لا طب انا هوزع كذا، طب هروح انام شويه، بالليل بقى هاخد بعضي واروح ازور اهلي، اعمل بقى صله رحم، ابتدي اكلم الناس اللي انا بقالي سنين ما كلمتهاش وما اعرفش عنها حاجه. يعني هبتدي اوزع يومي بس بحيث ان انا استفيد بالعيد كله. يعني ما يضيعش عليا في النوم والاكل، ابقى صاحي عشان اكل وارجع انام بسرعه عشان طول النهار مرهق، وارجع اصحى عشان اكل وبالليل اتفرج على التلفزيون واتفرج على التلفزيون، واليوم خلص على كده. وللاسف في ناس كتير بتقضي الاربع ايام كده، يا اما بيجي من الذبح مهلوك طبعا ومش قادر يقف فبيقضي الاربع ايام بياخدهم نوم على 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 حس ان هو ذبح. اربع ايام اجازه، طب انامهم اعمل حاجه نفسي فيها بقى، حاجه بحبها، ما فيش اكتر من كده. هو في حاجه حد بيحبها اكتر من انه ياكل بقى، ده في حاجه احلى من كده؟ لا ما اطال النوم طول العمر ولا ما اقل من العمر طول السهر، لا يعني اخد كفايتي من النوم، مش معنى كده ان احنا ما ننامش، هاخد كفايتي بس احس بلذه العيد، فرحه العيد وسط ولادي. يعني انت زي ما انت بتقولي اجازه، يعني اكيد ما بتقعديش مع اولادك كتير، فهستغل العيد ان انا اعمل ايه؟ اقعد معاهم مش اوزعهم واقول لهم خدوا بقى، ايوه هي نظره على وشك دي، خدوا بعض واخرجوا انتوا انا هنام. وخدوا تليفوني كمان عشان ما تتصلوش بيا. انا هنام. الاكل عندكم جوه، انا هنام. ممكن يكون العيد بدايه جديده لحياه جديده، بتفاؤل، بتغيير طباع، بتغيير عادات غلط، بتغيير حياتنا حتى اليوميه. ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ان احنا نبدا العيد بفرحه. انا فرحانه ان العيد بعد بكره، مش زعلانه ان انا ما خلصتش الشقه وما روحتش اشتريت اللحمه وما جبتش لبس جديد وما صبختش شعري وبعد شايل نفسي هم، يا نهار ابيض ايه ده كله، ده انا لو شلت الهم لوحده كفايه العيد كده خلص، هو كده العيد خلص. لا احنا نبتدي نفرح بالحاجات حتى لو قليله، والله العظيم انت لو جبت لابنك واحده ايس كريم هيبقى فرحان جدا جدا جدا، انتوا قاعدين بتاكلوا مع بعض كده الايس كريم، بتفرجوا على التلفزيون زي ما انت بتقولي، بس هبقى قاعده وسطيهم انت فاهماني، ونتكلم مع بعض ونضحك ونهزر، ده العيد عشان احنا ربنا اللي امرنا بكده ان احنا نبتهج في العيد. ما احنا ما عندناش اللي هم عيدين، فلازم نبتهج فيهم، نبتهج فيهم، لازم اعود ولادي كمان افرحوا لدخول العيد. يعني لما يبقى العيد جاي علينا كده زي ما احنا كنا زمان بنعمل بقى، بدنا احنا بنحط الشوز تحت المخده، بنعلق الهدوم قدامنا والهدوم على السرير، والله مش عارفين ننام ومش بننام، احنا ما بننامش وبنبقى فرحانين مستنيين النهار يطلع بسرعه عشان نلبس الهدوم ونطلع نجري. دلوقتي ممكن الام تكسل مثلا عن الصلاه فالولاد يفضلوا نايمين وهي تفضل نايمه والعيد خلص،
هتقومهم عشان ياكلوا يبقى يوم طبيعي وعادي. طب ما احنا مش عايزين الروتين ده، احنا عايزين نبتهج، نبتهج كلنا، نبقى فرحانين ان العيد جه علينا واحنا بصحه كويسه، واحنا اللي ربنا كرمنا ان احنا موجودين مع بعض، وان انا اولادي كلهم بخير، وان اهلي حواليا، افرح للعيد، ابقى مبسوطه من جوايا، ابقى مبسوطه، مش انا يعني فرحانه ان العيد جه. اه انا كويسه، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. انا فرحانه، انا فرحانه، بس سيبونا نام برده، واللبس جه وكل حاجه، بس هيتلبس فين؟ احنا قاعدين ونايمين في البيت. عايزه نصيحه كده لرجوع الاسره المصريه تتجمع تاني. شيلوا الموبايل، للاسف لازم نشيل الموبايل، هو اكتر حاجه واخدانا اصلا ايه، هي الموبايل. انا بقولك ممكن نبقى في بيت واحد اربع افراد مثلا او خمس افراد، وبيبعتوا بعض، وكل واحد ماسك التليفون لوحده، والله العظيم، وتلاقيهم قاعدين جنب بعض، كل واحد بيتكلموا بيتكلموا بيبعتوا لبعض، مركز في الموبايل قوي، ممكن تنده على ابنك مره واثنين وثلاثه لحد ما يعني مش هو مش بيستمعك، هو اصلا مش منتبه للكلام اللي انت بتقوليه، انت كده بتضريه مش بتنفعيه. وزي ما انت بتقولي هديهم الموبايل بس سيبونا نام، انت برده ضريتي ما نفعتيهوش. عمل ايه هو بقى؟ الحمد لله ماما نامت، هقعد العب على التليفون 3 4 ساعات طول ما هي نايمه، ولما تصحى اقول لها انا ما كنتش ماسكه يا ماما، ده انا عايز العب على التليفون ساعه، هم دماغهم ماشيه كده ان انا سيبيني طول النهار على التليفون وانا رايحك من الوش اللي انا عامله. فاحنا عشان نجمع الاسره تاني هنقن، احنا مش هينفع نمنعه، بس ايه يعني هقول مثلا ايه، لما نيجي ناكل لا كلنا هنقعد ناكل، مفيش حاجه اسمها حطيلي انا هاكل لوحدي، لان دي بتحصل للاسف، يعني اللي تلاقي الطفل تقول له تعالى كل اللي انا مش جعان دلوقتي، فخلاص بيستسهل ان هو يقعد لوحده، لا هتاكل الاكل اتحط هتقعد تاكل، جالنا ضيوف سيب اللي في ايدك وتعالى سلم عليهم وتعرف عليهم، احنا نازلين نعمل حاجه سيب اللي معاك دلوقتي، خلي كلكم شيلوا التليفونات ويلا كلنا نازلين. ما شفش حد ماسك التليفون واحنا قاعدين بناكل، والله الاكل بيبقى محطوط والاطفال ماسكه التليفون بتلعب وهي بتاكل. طيب جديد علينا موضوع التصوير، يعني ما بقيناش بنستمتع بالحاجه، بقينا بنصورها، احنا خارجين خروجه جميله جدا بس احنا مش شايفين الخروجه قد ما احنا شايفين موبايلاتنا في ايدينا بنصور الخروجه، بناكل في مكان بنصور الاكل، بنصور الاكل اللي بناكله علشان يبقى عندنا ذكريات، رغم ان احنا ما عشناش الذكريات دي، يعني احنا مش عايشينها، احنا مش فاضيين نعيشها، احنا بنصورها. ليه اتغيرنا بقينا كده؟ علشان انا بصي بحب اتفخر قوي ان انا خرجت في المكان معين، عملت حاجه معينه، مش مهم ان انا مبسوطه ولا لا، مع ان المفروض يعني احنا لو احنا بنشوفش ده، يعني انا كتير جدا الاقيهم ناس مصوره حاجه انتوا ما شفتوش، والله بتصور الاكل بس. الاكل اللي هياكلوه تقول انا عملت النهارده صينيه بطاطس وفراخ ومش عارف ايه، ومصوره الاكل منزلها على السوشيال ميديا، طب انت استفدتي ايه؟ طب ما ممكن يكون حد تاني شاف الصوره ومش مقتدر يعمل زيك، او طفل ما عندوش ام مثلا ومش عارف يعمل يجيب الاكل ده، طب انت كده اذيتيه نفسيا. طيب دلوقتي احنا نتصور كتير قوي قوي قوي، طب ليه اصلا؟ طب يعني حتى احنا لو مشينا على القواعد اللي سيدنا محمد قال عليها ساعدوا على قضاء حقكم بالكتمان، ان انا خارجه انا وزوجي واولادي، اصل العين حق، انا ممكن احسد حضرتك من غير ما اقصد، اقول الله جميله قوي الطرحه اللي هي لابساها دي ولون عينيها جميل جدا، طالما قلتش بسم الله ما شاء الله انا حسدتك من غير ما اقصد، مع ان انا بشكر فيك اهو، بس العين حق. طب احنا ليه نعمل حياتنا كلها مشاهد على السوشيال ميديا؟ ليه لما اخرج مع اولادي لازم نقعد نتصور وننزل احنا 50 30 40 صوره ممكن اتصورها عشان انا احتفظ بيها ليا ذكرى ان احنا خرجنا في الحته الفلانيه، او ان انا شفت ناس بحبهم او اصحابي وتقابلنا مثلا بعد سنين نقعد ندور على الصور دي، لكن اتصور عشان انزل عشان الناس تتفرج عشان تقول انا خرجت او ان انا عملت، في ناس بتخش تقول لي ايه ده انت خرجتي ورحتي من غيرنا؟ طب ما انت ممكن تعملي حساب حركه زي دي. لا احنا بقى عندنا هوس بالسوشيال ميديا في كل حاجه، اتصور وانزل على السوشيال ميديا، اقعد على التليفون على السوشيال ميديا، عايزه اقرا حاجه بجيبها من على السوشيال ميديا، عايزه اتفرج على فيلم بستسهل بدل ما اتفرج عليه في التلفزيون، ما هو معايا على الموبايل. صح. طيب حياتنا كلها بقت على السوشيال ميديا، احنا بقى عايزين الام بقى تقنن ده، الام هي المسؤوله مسؤوليه كامله على ان انا احافظ على كيان بيتي، ان مثلا لو لقيت الاب ماسك التليفون طول النهار اقول له بقول لك تعالى اقعد معانا شويه عايز اخد رايك في حاجه، طب تعالى مثلا هنقعد مع بعض شويه نتكلم مع بعض، تعالى انا عامله يعني اعمل فشار واجيب لب واجيب حاجات ونقعد مع بعض نتفرج زي ما تقولي على مسرحيه ونضحك ونطلع الضحك من قلوبنا شويه، الناس بطلت تضحك والله بجد، يعني تحس ان هم بيضحكوا مبتسمين وهم جواهم حزن، لا اضحكوا وطلعوا ده. طب يعني بما اننا اتكلمنا هو واضح ان الموضوع كله على الام. طبعا. صح طبعا. الام هي اللي بتجمع، هي اللي بتلم الاسره، او الاخت الكبيره في حاله عدم وجود الام. لكن لازم يبقى في حد في البيت مسؤول عن لم شمل البيت تاني، عن لم القعده تاني، يعمل اي حاجه بحيث ان احنا يا جماعه احنا هنقعد مع بعض شويه دول. لا خليها عاده مستديمه، عاده مستديمه، مش لازم مش في العيد بس.
ما ينفعش في العيد بس، اصلك انت عندك ولادك في دروس اكيد بتتابع معاهم انتوا خدتوا ايه وعملتوا ايه، هتوديهم النادي، انت اصلا عايزه حد تتكلمي معاه او تعرفي اخباره او هو عمل ايه النهارده. ما فيش حاجه اسمها في العيد بس هنقعد مع بعض وبعد كده انا مش فاضيه او انا مشغوله او انا لسه جايه من الشغل انا تعبانه انا مش قادره اتكلم. لا، انا لو حتى ساعه في اليوم هقعد مع اولادي اتكلم معاهم دايما هيبقى عندهم حته ان هم يرجعوا لي لما يكونوا عايزين يتكلموا. هيعرفوا ان انا هسمعهم، مش هبقى واقفه في المطبخ واقول له طب خش دلوقتي عشان انا بتكلم في التليفون مع تيتا، او ادخل اوضتك واقفل على نفسك على ما اخلص اللي في ايدي واجي لك، وهي اصلا بتنسى ان هي تروح تقول له انت كنت عايزني في ايه. امهات كتير حاجات كتير بتاخدها وبتبقى فاهمه ان هي صح. بتصحى من النوم بتدخل المطبخ بتجهز الاكل، بتخرج من المطبخ ترتب البيت تخليه زي الفل علشان الولاد لما يرجعوا من بره او لما يرجعوا من مدارسهم او من النادي يلاقوا كل حاجه تمام. مع مجهود اليوم اللي هي فيه والدينامو زي ما بيقولوا طول اليوم من اول ما بتصحى لغايه ما بتنام، لما بيدخلوا علشان يدوروا عليها حرفيا مش بيلاقوها، بيلاقوها الجسد منهك مش قادره لا تتكلم ولا تسمع. هي مهلكه. هي مهلكه. وبالتالي هي ما عملتش حاجه لان الولاد لا محتاجين البيت متنظف ولا محتاجين الاكل ولا محتاجين اي حاجه، هم محتاجين ام تسمعهم، تنصحهم، ترشدهم. مش الاطفال بس، والزوج كمان مش محتاج ان الشقه تفضل طول النهار نظيفه وانت تيجي بالليل مصدعه ورابطه دماغك. مش محتاج ان انت تقعدي تعملي له 100 صنف اكل وفي الاخر ما ترضيش تاكلي معاه. زمان كان الشغل اكتر من دلوقتي، ما كانش فيه غسالات اوتوماتيك، ما كانش فيه ثلاجات، كانت الست بتتعب اكتر على فكره، وكان الست ما كانش فيه مكانس، وكانت ما كانش فيه خلاط، وكانت الست بتتعب اكتر، بس كان في عيله، كان في لمه، كان في ناس قاعده مع بعض، كان شغل البيت بيتعمل وهم كلهم قاعدين مع بعض ومقسمين الادوار، كان في حوار بيتعمل بيتكلموا، كان الست والراجل حاجه واحده فعلا. مفيش حوار دلوقتي اصلا، مفيش، انت تلاقي كل ما بقول لك في خرز زوجي اصلا جوه البيوت، ما كل واحد عايش لوحده ملوش دعوه بالتاني. انا نازله اجيب كذا، طيب ممكن هي تشتري حاجات هو اصلا ما ياخدش باله هي جابتها امتى، وتبقى هي اصلا شاريها عشان هو يشوفها ما ياخدش باله، او تبقى هي تعبانه وعايزه ينزل معاها الدكتور يقول له طب انا عايزاك في حاجه، يقول لها طب بصي استنيني بس شويه، ومن كتر اهماله هي بتاخد بعضها وبتنزل وبتكشف وبتيجي، هو اصلا ما بيعرفش، ولما قلت ليش في الاخر وبيلوم عليها. احنا عايزين بقى يعني نخلي الست تعمل ايه، اطلبي حقك، ما تتهونيش، ما تتهونيش ان انت تقولي خلاص انا هعمل بداله، خلاص انا هروح، خلاص انا هنزل مع اولادي بداله، خلاص انا هشتري بداله، بدل المشاكل كل ما اقول على حاجه نتخانق. الست بصي من كتر برضو الطاقه اللي محطوطه عليها والضغط النفسي اللي هي فيه بتحاول تخلص الدنيا، وده مش صح. اللي هو عارفه اللي هي عايزه تعمل ايه، بتعدي اي حاجه عشان المركب تمشي، لا بس المركب دي هتغرق في الاخر لان انت طاقتك هتخلص. ما هو انت بني ادمه زيهم وبني ادمه زينا وكل حاجه، لو فضلت تحطي 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 على نفسك ومش مستنيه حد تاني يشيل معاكي، انت واقفه على وان ليج، لازم هتقعي، لازم هتقعي، ولا اطفالك ساعتها بقى هيسندوكي في الحته دي، ولا زوجك نفسه هيتعاطف معاكي ان انت اتحملتي حاجه عنه. بالعكس بقى، ده الراجل لما بيتعود ان مراته بتشيل عنه بيعتبر نفسه كده ان هو خلاص، انت بتعملي، وانت بتعملي اكتر من اي حد، ما كل الستات معاها اطفال، ما كل الستات بتعمل بيوتها، ما كل الستات بتشيل، وبيبتدي هو كمان يحط عليها لود كمان، يعني انت كمان انت مش عاجبك، وانت مش عاجبك من الاول عشان هي عملت ايه، حاولت تشيل تتبادل الادوار بتاعته، بتشيل المسؤوليه بداله في حاجات معينه. يعني احنا متعودين الست ليها مسؤوليات والراجل ليه مسؤوليات، وفي حاجات بنتشارك فيها، مش احنا الاثنين ماضيين على عقد سوا، يبقى احنا الاثنين لازم نشيل سوا. مفيش حاجه اسمها انا لوحدي ولا انت لوحدك، ومفيش حاجات انا اعملها لوحدي من غير انت ما تعرفها، لان لازم انت تشارك فيها، لازم تقول لي اه صح ولا لا غلط، ما اعملهاش واخربها وارجع اقول ايه ما انت ما كنتش معايا. لا هو لوحده ولا هي لوحدها، احنا مع بعض في بيت واحد، اسره واحده، ام واب ابناء، لازم نكون كلنا مع بعض، لازم نرجع أسرة تاني بعاداتنا وتقاليدنا، لازم نرجع يبقى في ما بيننا حوار. البيوت بتتنظف كل يوم، الشغل ما بيخلصش ومش هتخلص. حرفيا أي ومش هتخلص، الشغل ما بيخلصش، لكن ولادنا محتاجيننا. عيد جديد، حياة جديدة، صالحوا نفسكم، صالحوا اللي حواليكم، ابدأوا حياة جديدة ابتداء من اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي. يا رب ربنا يروي قلوبكم كلكم بالطمأنينة وبالسلام وبالسعادة. في نهاية لقائي بشكر ضيفتي أستاذة ميرفت سليمان، أخصائي صحة نفسية وعلاقات أسرية، بشكرك جدا أستاذة ميرفت. ربنا يخليك حبيبتي، كل سلام، كلكم طيبين يا رب وبخير. أنت طيبة يا رب. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب أيام العيد تكون أيام سعيدة عليكم يا رب، كل سنة وكل مشاهدينا طيبين.